بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلابي نلتقي من جديد للحديث عن الحديث النبوي الشريف والمعنون بمنهج الإسلام في الحياة، وهذا الحديث هو من رواية الإمام والصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري الذي ولد قبل الهجرة بعشر سنين في المدينة المنورة، وأمه هي أم سليم الأنصارية رضي الله عنها، وقد جعلته خادماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى عنه الكثير من العلم، وكان من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لازمه منذ أن هاجر إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. عاش أنس ما يقارب 103 سنين، وقد استقر في خلافة عمر رضي الله عنه بالبصرة معلما للناس، وهو آخر من توفى فيها من الصحابة، وكان ذلك سنة 93 للهجرة. طلابي، في هذا الحديث بداية سأقرأ عليكم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أنس رضي الله عنه: جاء 3 إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن العبادة، عن عبادة النبي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا تقالوها أي يعني رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، أي أنني طوال الليل أصلي إلى الله. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، أي أن ولا يوم خلال 12 شهرا لا يفطر، دائم الصوم. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. جميل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: وانظروا إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، أي أن النبي أخشى منهم الله عز وجل، فهو أكثر خشية من الله، وأتقاكم له، أي أن النبي أتقى من هؤلاء الثلاثة بما يفعل، لكني، وانظر لتربية النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أصوم وأفطر عكس ما قال الرجل، وأصلي وأرقد عكس ما قال الرجل تماما، وأتزوج النساء عكس ما قال الرجل بعبادته، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو خالف العبد جميع الخلق واتبع رسول الله ما سأله الله عن مخالفة أحد صلى الله عليه وسلم. لذلك العبادة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون هناك نوع من الوسطية، سواء في معاملاتنا أو في حياتنا أو حتى في عبادتنا مع الله عز وجل. هذا طلابي مجمل الحديث عن هذا الموضوع، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الأسابيع القادمة لاستكمال الحديث. دمتم برعاية الله طلابي.